انا متصور ان يبقى في لجنه استشاريه من اعلاميين، من سياسيين، من نخبه او نكبه اللي احنا ربنا نكبنا بيها، لكن هتبقى تقوم تعمل ايه اللي هو الجزء، لان عمل اللجنه رغم انه قضاء لكن هو سياسي بالدرجه الاولى، صحيح، وفي ظروف سياسيه واعلى درجات الاداء السياسي. لما يبقى في لجنه من الاخرين ممكن يحصل تشحيم لمفاصل هذه اللجنه تساعدها على ان بقررها مرن. الجزء الغايب عندهم، لان الناس دي ملهاش في السياسه، الناس دي طول عمرها بتشتغل وبس على المنصه، ما همش في السياسه. فانت النهارده بتحطه ليصنع أهم حدث سياسي في مصر وهو أدى هذه المهمة، لكن التعامل تعامل ينقصه التشحيم للمفاصل فبلجنة. حاجة تانية، الإعلام. الإعلام الحقيقة كان متسلط، الإعلام اشتغل كويس لكن ما حاولش يخلق ثقافة عند الناس، ثقافة سياسية، ثقافة اختيار الرئيس، إزاي اختار رئيس، لكن تسلط على وكاد أن يتحكم، كاد أن يحكم الإعلام في الفترة الماضية، ودي كانت مسألة صعبة للغاية. بعد كده، لا قبل ما أسيب الإعلام يا فندم، فضل. يعني سيادتك بتقول كاد أن يحكم، ده كاد أن يحكم إزاي يا فندم؟ إزاي الإعلام كان له، شوف الإعلام في أي مكان في الدنيا بيستطيع وسيلة من الوسائل الهامة والمؤثرة في تشكيل أو إعادة تشكيل الرأي العام. في مصر بما أن احنا ثقافتنا سماعية، خد بالك، وعندنا وناس عاطفيين، والأمية تكاد تصل إلى 50%، وبالمقابل لديك تنظيم كان له تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، دول لما تحطهم جنب بعضهم فإعلامك الحقيقة لم يتمكن بدرجة كافية من أنه يخلع الكلام ده من الناس، ففضل يضغط على الناس بطريقة الحقيقة، عارف، وإحنا شعب زي ما قلت كده الحاجات اللي أنا قلتها من شوية. وخد بالك برضو إحنا بقينا شعب اتكالي، عشان كده بقول لك الرئيس يجب أن يدرس سمات الشخصية المصرية الجديدة. منحنى السمات عندنا انخفض، فبقينا شخصية اتكالية. يعني هل تتصور إن ما كانش في بعض البيوت 3 و4 شباب لهم أصوات ناموا طول النهار وما رضوش يروحوا، وانتظروا لما الوالد والوالده رجعوا من بره عشان يجيبوا لهم الاكل، يقوموا يتغدوا وياخدوا المصروف ويقعدوا على القهوه؟ ده كان بيحصل على فكره. لا، ولذلك انا بقول ان انت رغم ان الدوله اشتغلت كويس، لكن اللجنه العليا محتاجه ان يعاد النظر فيها. الاعلام، بس انا بعتقد مش هنتكلم كتير في الاعلام، لان بانتخاب الرئيس انتهى المولد اللي كان بيتعمل. لن تجد، لن يسمح النظام الجديد، مش النظام اقصد رئيس، صحيح، لا، لن يسمح بوجود ابطال في الاعلام مره ثانيه يوجهوا الناس. هو ده كلام غير صحيح، غير صحيح طبعا، غير صحيح. انت النهارده البوصله يجب ان تكون واحده، انت اتجاهك في اعاده بناء الدوله، لكن نشتت الناس وندخل الناس بقى في المتاهات اياها اللي احنا اللي كنا فيها، اتعمل كل يوم مكلمه ويتعمل نصبه وتحليلات للناس وكل من هب ودب يتكلم في موضوعات مش بتاعته. هذا الكلام طبعا كان خطير جدا، لكن انا بعتقد الايام اللي جايه تلقى اصحاب القنوات الخاصه بالذات، مش الحكومه، الحكومه تكون شغالين كويس جدا. القنوات القوميه كانت شغاله رغم ضعف الامكانيات ورغم ان في ناس كتير ثابت ومشت الفتره اللي فاتت، لكن الناس اللي موجوده ادت بلاء حسنا، او بتسمى انت لغويا بليت بلاء حسنا. الحقيقه اشتغلوا كويس، لكن القنوات الخاصه محتاجه انها تفهم ان ما عادش يجوز، مصر ما عادش فيها هزار. ما هو حاجه من الاثنين، يا تبقى راجل محترم ومنضبط بكل ما تمتلك من قدرات سواء كانت إعلامية أو غير إعلامية، حتى رجال الأعلام الأعمال واللي معاه يعني وثرواتهم، الجميع، كل من لديه قدرة في مصر يجب أن يدرك أن احنا في لحظة صعبة للغاية. إن ما كانتش هتوجه بوصلتك تجاه الوطن ليس لك مكان. وأنا بعتقد أن السيسي راجل عنده جرأة أن هو مش هيسطو على الناس، صحيح، لكن في مواثيق، في هو واضح أن عنده قيم أخلاقية، وأنا في ظن أن الالتزام الأخلاقي أسبق لديه ولدى شعبنا من الالتزام القانوني. أظن الجملة مفهومة. صحيح، صحيح. قبل ما نسيب المشهد بتاع الانتخابات، أنا عايز برضو أسأل سيادتك قراءتك في طبيعة من توجهوا إلى صناديق الاقتراع. ناس ستاتنا، ستاتنا الحلوين الحقيقة، المرأة المصرية، وده طبيعي. شوف، في أي بيت أو حتى في كل خلق الله، مش الإنسان بس، أول من ينتفض لحماية الكيان الأم، وده اللي حصل. يعني حركة الأم المصرية والأخت المصرية، هي الأم المصرية الأول، حركتها كانت حركة تلقائية لشعورها بالخطر والتهديد على الكيان، فهي اتحركت
وهي طالما اتحركت والسيسي كان ذكي الحقيقه في اشارته للكلام ده وبعض الناس بيتريقوا على الكلام ده، لكن ده مش من الاخلاق. صحيح. احنا نتريق على هذه العلاقه يعني. المهم ان عندك سيداتنا الحقيقه كان لهم النصيب الكبير. الشباب في شباب كتير، ما تبص مش القاهره، شباب مش القاهره بس، شوف الارياف عندنا في بلادنا، في الارياف. هو الحقيقه يمكن في النقطه دي انا عايز اسال سيادتك برضو، اكتر اللجان كان فيها ناس ونزلت وشاركت كان في الارياف والاحياء الشعبيه. طبعا ده كان ليه؟ الغربيه، المنوفيه، المحافظات دي كانت التصويت فيها اكتر من 60%. حتى في الاحياء الشعبيه في مصر. لا، المنوفيه 64%. كمان مثلا الغربيه 62.8% ده معناه ايه؟ ما هو 63 في بلادنا. صحيح. لان انا من الريف. صحيح. بلادنا معظمها بيشتغل بره على فكره، اما في المدن او في الخارج. يعني معنى كده ان انت عندك تخطط ل 90% لو بتحسب حساب سياسي مش حساب عددي. تمام. 90%. تمام. يبقى اذا لم يحجم، لكن انت عندك القاهره لها طبيعه خاصه. شبابنا هنا روح القهاوي لغايه الساعه 2 و3 بالليل والكافيهات هتلاقيها مليانه بالناس، لكن في شباب راح، في اخواننا الاقباط، ودايما انا كنت بقوله كنت براهن على الاقباط الحقيقه قبل الانتخابات في اكثر من برنامج، قلت يجب ان الاقباط ياخدوا بالهم من حاجه، ما حدش في مصر مأجر مفروش، كلنا نمتلك، كلنا نمتلك، ليس هناك قبطي ومسلم، الجميع يمتلك بنفس القدر، كل واحد فينا له سهم موازي لأخوه المسيحي. المسيحيين فيهم عندهم حوالي 5 إلى 6 مليون صوت، ودي أنا في تقديري هي الطبقة الوحيدة الكبيرة والمتماسكة والمؤثرة في إعادة بناء البنية السياسية الفترة القادمة، ويجب أن ينتبهوا إلى ذلك. يبقى لي سؤال، يعني بعد تنصيب الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية بإذن الله، بدأ الكلام كتير عن الانتخابات البرلمانية القادمة، عايز أسأل سيادتك مستقبل الأحزاب السياسية المصرية في مساندة الرئيس القادم أو في العمل مع الرئيس القادم؟ قبل الأحزاب السياسية أنا عاوز أقول على حاجة، من يوم ما المشير السيسي يقسم إلى أن تتم الانتخابات البرلمانية، أنا أعتقد الدعوة لازم تتم خلال 43 يوم من قسمه أو 42 يوم، لأن الدستور حدد الكلام ده. فعندك تقريبا حوالي 3 أو 4 شهور باقيين على ما يلتئم البرلمان بتاعك. هذه في تقديري قرار القارئ المشهد أصعب فترة تمر بها مصر في تاريخها الحديث، لسبب بسيط أو سببين. السبب الأولاني إن عندك دستور فيه الحقيقة دستور جيد جدا، عشان ما تصغرليش كده. صحيح. الدستور جيد، لكن فيه كأن اللي عملوه جابوا شافوا عبد الناصر مشاكله ايه وكانت اخطائه ايه وحاولوا يحلوها في الدستور، السادات كانت ايه مشاكله حاولوا يحلوها في الدستور مبارك، ولذلك في مواقع مفخخه كثيره. فده جزء. الجزء الثاني ان عندك لو لم يدر المشير وقيادته او الجماعه اللي معاه المرحلة بشكل مظبوط، فانت ما هو لازم تديرها بشكل مظبوط عشان تضمن برلمان يبقى لك فيه للوطنيين. صح. اغلبية. صح. عشان تستطيع ان انت يبقى عندك برلمان جيد، قوانين جيدة، حكومة جيدة، والا هتقعد شهور ما عندكش حكومات، في مشكلة. فانا بعتقد ان الثلاث شهور اللي جاية بالنسبة لادارتها من الجانب المشير هي اصعب فترة ممكن تقابله لو قدر ليه، ونتمنى ان ربنا يسهل الامور ان نقعد فتره او فترتين. سعيد بلقائي جدا مع سيادتك، بشكرك على كل هذه المعلومات والرؤيه الشامله، بشكرك جدا. اهلا دكتور سعد الصمت الخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا. بشكرك مره ثانيه. بشكرك. مشاهدينا الكرام وانتم لكم منا كل التقدير، وحتى نلتقي في حوار جديد ومشهد جديد، شكرا لكم والى اللقاء. ربط بسمودك طريق الانتصار، يا شعب يا واقف على باب النهار، ربط بسمودك طريق الانتصار، وزرعت من تاني الأمل في كل دار، يا شعب يا واقف على باب النهار، قربت بسمودك طريق الانتصار.
رجعت من تاني الأمل في كل دار وتجمعت كل الأيادي من كل بيت طلعت تنادي على الطريق وتقول بلادي بلادي بلادي.